السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد، قناة اللي غادي نتكلموا كما نقول تكلموا على الفريق الوطني، نتكلموا على ناس، نحذروا ناس من هذه القنوات وكيفاش جايبين أفكار. احنا اليوم راه معنا مواطن جزائري عنده حب الوطن، حب الفريق الوطني الجزائري، يعرف كرة القدم الجزائرية، يعرف خبايا كرة القدم الجزائرية، يعرف الخبايا تاع هذه القنوات، يعرف كيفاش، عنده تاريخ، يعرف كيفاش. حنايا راه معنا على المباشر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سعيد خويا، رانا معاك، راك تسمع باللي المقدمة وراك تشوف كيفاش كيما يقول لك نسموها هدر في الرغش تا كاين في قلبك. والله لا غاية خويا، الحمد لله. شو أنا المداخلة كما يا أحمد؟ واه، ماشي المداخلة بهدف رياضي ولا بهدف تشجيع الفريق الوطني، صح، ولكن الأشياء اللي راهي تفاني باش ندير مداخلة معك، صح، هو الدفاع على مكون أساسي من مكونات الجسد الوطني نتاعنا، اللي صح. هما ولادنا اللي راهم في الغربة، صح اخويا، ولادنا المغتربين، صح. وباش ندخلوا في هذا الموضوع، المدخل باش ندخلوا في الدفاع على هذه الفئه من الجزائريين، غادي نذكر لك واحد التصريح دارها المدرب التونسي الشتالي في 1977، صح. الشتالي قال، غادي نقرا لكم النص بالفرنسيه ومن بعد مكاش مشكل خويا، للغه الوطنيه. قال: en 1977 nous avions perturbé les algériens en déclarant que دحلب n'était pas algérien. صح. بالتالي قال في 1977 شوشنا الجزائريين بالتصريح بان دحلب لم يكن جزائريا. صح. هذا التصريح دار الشتالي باش يهاجم الجانب النفسي عند اللاعبين الجزائريين، يضرب استقرار الفريق الوطني، خاطش لعبنا معهم كاليفيكاسيو. اسمح لي، لعبنا معهم كاليفيكاسيو تاع كوب دي مون 78، بالك الناس ما على بالهمش. ونزيدك حاجه فانك نزيد نكمل لك، شنو قلت المدرب تاع تونس في 2017 قال الكلام هذا، عاوده وقال لهم اللاعبين اللي راهم في الفريق الوطني ما يمثلوش الجزائر، يمثلوا دوله اخرى. وين شنا قناه الهداف، قناه النهار، رفضوا ذي الهضره وجاوا مع هذا الهضره، جاوا مع الهضره تاع التونسي باش يحطموا. هذه هي الصحافه تاعنا، راهي تستعمل نفس السلاح ضد اللاعبين المغتربين تاعنا. ثم نفس الهدف الاشتالي هو زعزعة الاستقرار تاع الفريق الوطني. الله يعطيك الصحة، الله يعطيك الصحة. ثم راهم يستعملوا نفس السلاح اللي استعملوه التوانسة ضدنا في 1977. صح صح. حلب أحسن لاعب في ديك الفرة، أحسن لاعب في الفريق الوطني اللي كان مغترب، وجاهم ذاك العام ما عادش عيطوا له حتى 81. واه 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 مصطفى دحلب. واه، انا دروك غادي نحكي على هذه الفئه اللي يعتبرون انصاف جزائريين، صح. جزائريين صنفوا هذه الفئه من الجزائريين، صنفوهم انصاف جزائريين، صح. وغادي نحكي لك على معاناه هذه الفئه من مصطفى دحلب حتى الان، صح. غادي نحكي لك كيف كانت التعامل تاع الصحافه الرسميه مع هاد اللاعبين المغتربين. غادي نبدو، غادي نبدا لك كريم ماروك، احمد. واه، كريم ماروك. وغادي من بعد نفهموا علاش، غادي نفهموا هاد الناس اللي راهم يهاجموا هاد المغتربين. رانا معك خويا. راك معايا. واه. شو قلت لك، باغي نبدو بالتعامل تاع الصحافه الرسميه مع اللاعب، مع الجيل الاوائل من المغتربين اللي جاوا مثل الجزائر، صح. نعطيك مثلا كريم ماروك، هاد الروايه تاع كريم ماروك انا حكيتها في هذه المقطع، علاش تعاودوها باش نخرج، كاين واحد الاستنتاجات، واحد الخلاصات نتوها من هاد الحديث هذا. ما كاش مشكل، ما كاش مشكل خويا، ما كاش كاع مشكل.
خاطش مادا بينا ما نعاودوش نفس الكلام، نعاودوش نشطروه، مادا بينا كل مره نجيبوا حاجه جديده ورؤيه جديده في الاشياء. ما كاش مشكل. قلت لك كريم عرب لا تقل، حكيت لك قصه تاع نهار لي فرنسا استقبلوه رسميين في فرنسا وعرضوا عليه مبلغ من المال، مبلغ ضخم، وعمرها ما حكى هذه الروايه. عرضوا عليه مبلغ ضخم باش يلتحق بالفريق الوطني، باش المنتخب الفرنسي. صح. في الفتره تاع 82 في كاس العالم تاع 82، في الفتره مشى لي دالو قال سي جوري ماروك جوري لو ميور ميليو تيران في الكوب دي موند. صح. قال له كان نجم نجيب ماروك للفريق المنتخب الفرنسي غادي يكون عندي احسن وسط ميدان في صح في المونديال. صح. هو قال لهم ما ردهمش، ما ردش عليهم. في هذاك الاسبوع راه عنده نادير بندراما، نادير بندراما هو اللي كان مكلف هذيك الفتره بالاتصال باللاعبين المحترفين. صح. ولا هو انشا واحد الرابطه، هو انشا رابطه لاتصال جمعيه اللاعبين المحترفين في فرنسا. صح. هو كان يتصل، كان يحوس يجمعهم في هذاك التنظيم تاعه باش النهار اللي تحتاجهم الجزائر يكونوا ديجا يكون اتصل بهم. صح. هو النهار اللي راه عنده بندراما كي راه لافيل دو براس، كان يعطي براس، قال لهم لافيل دو براس قاعد تهضر على كريم ماروك، قال لهم السياره تاعه غاليه على السياره تاع رئيس الفريق. قال لهم قاعد نسال كيف غادي نقنع هذا فريق ماروك باش يلتحق بالفريق الوطني. قال لهم غير دخلت هضرت معاه شويه، قال شكون باغي نجي؟ قال لهم قال لها رسلوا لي بيي راني جاي. قال لك ما ردش لفرنسا، ما رد لهمش، ما رد عليهم لا حتى اللي شافوه يلعب في هنا في الساجوي. راني معك. شافوه يلعب مع الكيبان. راني معك. فكاري ماروك عمرها ما قال له كان يعاود التاريخ يقول لي ما نعاودش نديرها الغلطه وانا غلطت. ما قالهاش. ما هدروش. هو ضحى ضحى بهذيك، ما ضحى، هو جا استجاب للنداء تاع الوطن. ايوا الله يعطيك الصحه. بصح من بعد كاري ماروك في 82 ما لعبش. بصح داروا له مؤامره هذيك تاع 82، داروا له مؤامره انا على بالي بها. 82 ما لعبش، داروا له مؤامره مع الطبيب وكل شويه ما يلعبش. وهذيك الاولى ما لعبش، ومن بعد 86 احمد على بالك باللي في 85 الاتحاديه الجزائريه شلات الكونترا تاع كريم ماروك وكوزي منصوري باش يقعدوا تحت صاروخ الفريق الوطني. صح. ثم شلاتهم ما ولاوش يلعبوا في مونتري. صح. في مونتري شلات لهم الكونترا تاعهم. من بعد كي راحوا في 86 المكسيك وصرات هذيك الاقصاء تاع الفريق الوطني. مهزله. الجمال اللي ضحوا بهم هما المحترفين. واه اللاعبين المحترفين هما ضحوا كاع العام يحصلوا فيهم، انا هذا الخطر راني خايف يحصلوا فيهم. واه طردوا كريم ماروك وطردوا، تما حبس لا كارير تاعه. واه لعب مع كريم ماروك، لعب مع المولوديه ولا. واه من بعد جا في 1980 جا المولوديه، بصح هو لا كارير تاعه طونكو بروفيسيونيل حبست في ديك الفتره. الله يعطيك الصحه. على كريم ماروك المصير تاع لاكارير تاعه خطا هذا المنحى هذا، لخاطرش بدل المحيط الكروي تاعه، بدله. لو كان قعد في المحيط الفرنسي كان غادي لاكارير تاعه تدي مسار واحد اخر. واه راني معاك. فهو هو خير باش يجي المحيط اللي عمره ما نجح معاهم. ما يعطيك الصحة. صح. هو جا المحيط اللي باش يحطموه. عندهم شوف نكملها لخويا، عندهم عنده هذا المحيط تاع لهنا اللي في الجزائر تاع كرة القدم، هذو المسؤولين تاع ضروك وتاع القدم كان عندهم افكار تاع عصافير، ذكاء تاع عصافير، ما عندوش يخمم مدى البعيد، يخمم هذاك الفترة تاعه برك. لا فهمتني انا فاهمك خويا، راني فاهم. المحيط تاع اللاعب، المحيط تاع اللاعب مهم في المسار تاعه الكروي، خاطر كيكون المحيط فافورابل من كل المحيط ايجابي
غادي التطور تاعه يكون ايجابي. الا كان وضع نفسه في محيط سلبي غادي ما ينجحش. ما تخيل لو كان كاري مارب لعب مع فرنسا، كان بالك المصير تاع لاكارير تاعي يكون مصير واحد اخر. الله يعطيك الصحة، الله يعطيك الصحة.